نكون واقعيين، لماذا الاستهتار بهذا الوباء؟ لماذا هذا الانفلات؟ لماذا هذا الانفلات؟ لماذا عدم الالتزام بالتعليمات؟ واش ما تيبقاوش فيك هذوك اعوان السلطه والمسؤولين الامنيين في جميع القطاعات اللي ربي سبحانه وتعالى اللي عالم بهم؟ حنا جالسين في بيوتنا، جالسين وهناك الحمد لله اعين تسهر على امننا وعلى راحتنا. رايناهم اذا دخل وقت الصلاه يصلون، كل واحد ياخذ سجادته ويصلي ثم يخلف اخاه في الحراسه. راينا من يجهر بصوته ويبكي من أجل السهر على راحة المواطنين، وبعض المواطنين يعتقدون أنهم يعني يريدون أن يحاصروننا. وعجبا حينما تنقلب المصطلحات على الناس. المخرج بعد الله عز وجل من هذا الوباء هو البقاء في البيوت، هو التزام البيوت. راه ماشي المغرب فقط اللي قالها، ولا المسؤولين في المغرب اللي قالوها باش تطلع بعض الاصوات تقول بان هذا حصار. هذا ماشي حصار، نحن في امن وامان، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا. شوفوا قادة الدول ماذا قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في أول تصريحاته، قد استخف بهذا المرض وقال أنا أصافح وأزور المرضى، والآن يقول رسالة من بيته بالأمس يقول إلزاموا بيوتكم. رئيس كندا لعله ترودو يبكي ويقول إلزاموا بيوتكم فأنا في بيتي. رؤساء دول وزعماء دول ودول كانت تقول بالأمس من أشد منا قوة، ها هي الآن تقول الحل هو البقاء في البيوت، ساعدونا في البقاء في البيوت. فلا ينبغي الاعتقاد بأن هذا نوع من مصادرة الحريات، والناس اللي مستهترة بهذه القرارات هذه خصهم يخافوا الله عز وجل. رحنا بغينا غير الخير للناس ديالنا والإخوة ديالنا والمجتمعات ديالنا والبشرية جمعاء. شيخ الإسلام بن تيمية يقول المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. نحن لا نريد إلا الخير للناس، وننصح ونبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح، المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهؤلاء ما أرادوا لنا إلا الخير وما أحبوا لنا إلا الخير. وهل في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم ما يضرك أو ما يضرك؟ أبدا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم وأن ينهاهم على شر ما يعلمه لهم. الآن بإجماع على أن الخروج للشارع، على أن التجمعات ليست في صالحنا. إذا كنت كتبغي أمك وباك إلزم البيت، إلزم البيت في هذه الظروف هذه العصيبة، إلزموا البيوت، لزموا البيوت. راه النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في شعب ابي طالب، الصحابه حوصروا ايضا، حوصروا رضوان الله تعالى عليهم، حتى من الجوع اكلوا اوراق الشجر. راه ما هي الا ايام وستنقشع الغمه باذن الله السميع العليم. راه ما هي الا ايام. راه ملي كنقولوا حنا يعني أن, 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 ان الغرب الان يعني يقول بان ارتفاع وتيره ضحايا كورونا يعني في صفوف المسنين، هذا له حظ من يعني في الواقع.
ولكن علينا أن لا نساهم نحن في إدخال الخوف والقلق النفسيين على كبار السن في وطننا، فالأمر موكول إلى الله عز وجل، وعلينا أن نطيع والدينا، علينا أن نطيع والدينا، فهم كذلك يأمرون أولادهم بالبقاء في البيوت. ولكن مع كامل الأسف أن كورونا أصبحت مادة للسخرية والتنكيت والاستهزاء، غريب جدا، غريب جدا، التهكم بالمرض والاستهتار بالمرض وإجراء بعض الاتصالات الوهمية، وبعضهم يدعي أنه مريض بكورونا. أش هذا المستوى اللي وصلنا ليه؟ أش هذا المستوى اللي وصلنا ليه؟ واش الناس كتموت والناس يديها على قلبها، وواحد آخر كيتهكم وكيستهتر؟ قمة اللامبالاة، قمة اللا إنسانية. شنو السبب؟ راه المنظومة التعليمية خصها تعاود. خليونا من البطبوط وبغرير، خليونا من البطبوط وبغرير، خصنا يعني إعادة هيكلة الإنسان، ليس فقط في المجتمعات العربية والإسلامية، في المجتمعات ككل. فخصنا نهتم بالعنصر البشري، ونحن محتاجين إلى إعادة تأهيل والتربية والتكوين، والمنظومة التعليمية خصنا نعتنيو بها، ونعتنيو يعني نعتنيو بالأساتذة ديالنا وبالمعلمين ديالنا في جميع المراحل ديال التعليم، يعني من الحضانة حتى للتعليم العالي. العناية بهاد الناس هادو، والاهتمام بهاد الناس هادو، والاهتمام أيضا بالبرامج والمناهج والبحث العلمي.